عسلامة، مرحبا بكم. البارح مشينا لسلينا، البارح في سلينا الذكرى الأولى لأحداث الرش أو جريمة الرش. برشا ناس فرحوا بنا واستقبلونا، برشا ناس حبوا يقولوا للحكومة وللناس اللي مضايقين على الحريات وللناس اللي هضموا حقوق الشعب التونسي سيبونا، نخليكم معاهم. سيبونا من كل شيء، كلهم فاتين، مش المشاكل والجرائم، فاتين من كل شيء، ماشي نحو النجول قتلونا. يعطيك الصحة. صلي على النبي عليك بالتالي. شغل حرية كرامة وطنية كان الشعار الرئيسي للأحداث اللي وفات بسفر بن علي للسعودية، لكن بعد 3 سنين وين وصلنا من الحكاية هذه؟ الشغل والحرية والكرامة الوطنية، الحديث مشي في مواضيع أخرى ونسينا المطالب الرئيسية هذه. اليوم اتحاد أصحاب الشهائد المعطلين على العمل حبوا يذكرونا بمطالب الثورة التونسية وخرجوا للشارع، خليكم معهم. تشغيل هذا يعني حق واجب، وواجب على الدولة انه تعطي للناس اللي قرات بلا عشق قرينا نحن وخذينا شهادة ونقام باش نخدموا، كي ما فماش شغل بلا فماش كرامة فماش حد شيء في تونس. وصلت بالعمر 36 سنة وما زلت إلى اليوم وعاني من شبح البطالة والفقر واليأس وكل شيء، يعني الشيب ظهر في شعري وأنا لتو ما خدمتش، مش تجيب صغار وصغاري يخدموا وأنا ما خدمتش. سيبونا وخليونا نهتموا بمشاكلنا الرئيسية، خليونا نبنيوا البلاد ونخرجوا من المشاكل اللي ولينا عايشينهم بصفة كبيرة. كما العادة نقولكم تنجموا تلقاونا على صفحة الفيسبوك سيبونا ولا عن طريق الـ SMS.